بصورة عامة احنا ما نريد مثل ما نقول يعني الاطفال انه الاهل يخافون على اطفالهم انه يروحون ينهزمون ويجون لهنا، فاحنا هذا المكان هو الاعمار خلينا نقول 16 فما فوق، اللي تحت ال 16 لازم الا يجون ويا ولي امرهم ويا اهلهم حتى يجون هنا ويتونسون براحتهم. عندنا بالتاكيد قسم الكافيه والبورد جيمز، عندنا البلاي ستيشن والحاسبات، عندنا ايضا غرف سينما، غرف كبسولات ايضا للبلاي ستيشن، عندنا بليارد للتجربه همينه، وعندنا ايضا حاسبات في اي بي اللي هي تكون مثل الغرف منعزله، هاي خاصه بالمحترفين مال رياضات الالكترونيه يقدرون يلعبون هنا. جميع الكافيهات مفتقرة لهيك ألعاب، ممكن أنه تكون هي ألعاب ذكاء، ألعاب جديدة على مثل ما نقول على طاولة الكوفيات العراقية، فأكيد راح تكون إضافة حلوة، شيء جديد، الناس راح يكونون مقبلين جدا على هيك أماكن بها فشيء جديد، لأن اعتادينا على دومنا وغيرها، لا اليوم عندنا ألعاب ذكاء، ألعاب ممكن بها متعة أكثر. طبعا العوائل كانوا لفترة من الزمن دائما محرومين من اللقاء بهيك أماكن، لكن هاي فرصة لهم أنه يكونون متواجدين بهيك أماكن للعوائل كافة، وأكيد يجيبون أطفالهم أبنائهم.